السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يعجبكم هاد الفيديو اللي درت اليوم، خصوصا ديال الفواكه الصيفية. كيف ما كتعرفوا في الصيف كنستهلكوا بزاف الفواكه، داكشي علاش جيت قدمت لكم العواصر، خلطتهم كامل في نهار واحد. نتوما تقدو كل نهار ديروا عصير واحد كيف ما بغيتوا. العصير الاول كيف ما كتشوفوه من الجهة اليسرية هو هذا ديال الافوكا واللوز والفواكه الجافة. الثاني كيف ما كتشوفوه ديال خيزو وديال الخوخ. الثالث هو ديال عبارة ديال الفريز والبنان والفاني. الرابع كيف ما كتشوفوه حتى هو ديال العصير ديال الحامض والسويهلة. الثالث ديال الباربا صحي، اللي ما كياكل الباربا هكاك راه زوين ياكلها بحال هكا. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتفرقوه مع صحابكم ان شاء الله، وديروا لي جيم وديروا لي ابوني في القناه ديالي. وشكرا، كنتمنى لكم التوفيق يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا الفواكه وهذا الشيء، غادي تقولوا واش غادي نوجدوا، واش ما غادي نوجد معكم ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم واحد العواصر اللي صحيين وما كيدوش بزاف لا في فلوس، وكل شيء مكونات راه موجودين في اي دار ان شاء الله على بركه الله. دابا غادي ندير العصير ديال البطيخ كيف كتشوفوا، والعصير معاه العصير ديال الحامض وقشور ديال الحامض ان شاء الله على بركه الله. اول عصير دابا غادي نوجدو معكم ان شاء الله هو ديال البطيخ الاصفر كيف ما كتشوفوا، البطيخ العادي، واللي عنده اي بطيخ يستعملو كيف ما كتشوفوا. دري غادي نجي غادي نهز البطيخ ديالنا وغادي نجيب عصير ديال الحامض اللي خلطت معاه الماء، وغادي ندير قشور ديال الحامض كيف ما كتشوفوا. غنجي نعصرهم كيف ما كتشوفوا، انا عصرهم كيجيو صراحة زوين، وكيجي بنين وفيه ديك فيه داك ديال الحامض. من بعد دابا ما عصرتو غادي نجي غادي نديرو في هاد الكاس، كيجي بهاد الطريقة كيجي زوين وحتى في المذاق ومنعش. غادي ندوزو العصير الثاني اللي غادي ندير معاكم. العصير الثاني عبارة على عصير ديال الفراولة ديال الفريز كيف ما كتشوفوا. غادي نخلطو مع البنان وغنزيد عليه واحد الفاني. بغيتو تخلطوه بالحليب خلطوه بالحليب كيجي حتى هو زوين. بغيتو تخلطوه بعصير ديال الليمون خلطوه به على بركة الله. دابا غادي نجيب الليمون، غادي نجيب الحليب عفوا، هو باش غادي نخلط. تا هو مزيان هذا هو العصير الثاني اللي وجدت معكم. غادي نوجد تقريبا خمسة ديال العواصر. هذا العصير الثاني كيف كتشوفوا كيجي بهذه الطريقه وكيجي منعش وزوين. غادي نوجد معكم العصير الثالث، هو ديال الباربا الشمندر الاحمر. العصير الثالث اللي غادي نوجد معكم هو ديال الباربا كيف ما كتشوفوا. ياغورت ديال الفاني وواحد ديال الفاني والبنان.
كيف ما كتشوفوا غادي نزيد له الكميه ديال البنان، ما غاديش نكثروا، وغادي نزيد له واحد ديال الفاني، وغادي نطحنوا بالحليب، ولكن ما غاديش ندير كميه بزاف ديال الحليب. كما كتشوفوا دابا غنجي كيجي صراحه زوين، كيجي بحال هكا خاتم، وفيه التنسيمه ديال داك الفاني اللي درنا له، كيجي بحال هذه الطريقه خاطر. والعصير الرابع هو عباره عن خيزو سلقته في الماء والخوخ كيف ما كتشوفوا، غادي نعصرهم هما بالليمون. نجيب خيزو غنزيد له الكميه ديال الخوخ اللي عندنا. انا السكر ما كنديروش، كنستغنى عليه، اللي بغى يدير السكر يديرو. غادي نعصر بالعصير ديال الليمون، الا بغيتو تزيدوا له الفاني زيدوها له، انا ما بغيتش نزيدها له، بغيت نخليه هكا عادي. غادي نجيب الكاس كيف ما كتشوفوا، راه كيجي زوين وخاطر. والفيديو اللي غادي نوجد معكم الخامس والاخير ان شاء الله يا ربي هو ديال الافوكا كما كتشوفوا. غادي نزيد لها الزبيب، غادي نزيد لها حبه ديال التمر حيدت لها النوى ديالها، وغادي نزيد لها جوج ولا ثلاثه ديال الحبات ديال اللوز كيف ما كتشوفوا، وغادي نطحنهم هما بالحليب. عادي هذا راه معروف الطريقه ديالو، ولكن كاين اللي ما كيديرش فيه لا اللوز لا الزبيب كيف ما كتعرفوا. وغادي نطحنوا طيب مزيان، راه كيجي خاطر، ما كيجيش داك الزبيب الهجاري، كيجي زوين. هو هذا اخر عصير كيف قلت لكم، هو هذا كيجي بهذه الطريقه. وان شاء الله كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال العواصر بها في هذا الصهد، كنستعملوهم غير هما بزاف اللي كيتشربوا. والسلام عليكم.